السلام عليكم ورحمة الله، معكم الباشمهندس علي رسمي من شركة امتك اندستريال اوتوميشن. اتكلمنا في بوست قبل كده عن امكانيات بي ال سي ميتسوبيشي اف اكس 5 يو، وعرفنا انه في 2 شانل انالوج انبوت وواحد شانل انالوج اوت. وعدناكم ان احنا هننزل فيديو عن برمجة الانالوج اوت. هنشوف دلوقتي، فتحنا الجي اكس ورك 3 وهنعمل نيو بروجكت ونختار اف اكس 5 يو سي بي يو. هنستنى لحد ما البرنامج يفتح. هندوس اوكي. اوكي، هنروح بعدها على بارامتر، هنختار اف اكس 5 يو سي بي يو مديول بارامتر ونختار انالوج اوت. هنستنى لحد ما هي تفتح. هنعمل انيبل للاثنين، وبكده يبقى انا فعلت الشانل بتاع الانبوت والاوتبوت سوري من 0 ل 10 فولت، والقيمه اللي هتقراها من 0 لحد 4000. الزيرو هو الزيرو والعشرة هو الأربعة آلاف. هكتب السي دي 6180، وده internal register بقدر اختبر بيه الانالوج اوتبوت بتاعي. هعمل واتش للبي ال سي بتاعي واقيس بالافو قيم مع طول ما انا قاعد بغير في الكرنت فاليو بتاعتي. هحط اول حاجة على زيرو، هقيسها عليه، هلاقي انه تقريبا القيمة اللي ظهر على الافوميتر زيرو. هجرب بعدها احط القيمة على 1000، هلاقي انه تقريبا على 2.5. هجرب تاني على 2000، هلاقي ان القيمة تقريبا 5. واخيرا هجرب على 4000، هلاقي ان القيمة وصلت لعشرة فولت. اتمنى يكون الفيديو مفيد وبسيط، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جاية.